party, ladies and gentlemen, please welcome the Roxy Show. عليكم. Bonsoir. Ça fait plaisir parce que vous êtes là-bas ici avec moi à 12. جبريل عندهم واحد القضيه، علاش حنا المغاربه الشعب الوحيد اللي كنبغيو نهضروا بالفرنسي بزاف باش نبانوا واعرين، ولكن الفرنسي عندنا كتاكل الدق. ديك المره واحد السيد مشيت مات ليه واحد السيد من العائله، مشيت نعزيه قلت ليه بركه في راسك، قال لي سي با غاف. سولت قلت ليه، قلت ليه علاش قلتي لي سي با غاف؟ قال لي راه كيسكو تي فا فيغ اون فا الي توس لابا ان جور. قلت ليه فين؟ قال لي سا ديبون سي تي بيان الباغادي سي ني با بيان لا غرياد. والخطير انا كنلاحظوا بان البنات بزاف هما اللي كيهضروا بالفرنسي، ضروري كتحط لك كلمه بالعربيه مدردره بالفرنسي. اللي كتهضر معاه دابا كتقول لها كي دايره بخير، كتقول لك وي سافا ترانكيل. واش بالوا ديك المره سولت وحده قلت لها اش كديري؟ قالت لي جو في غيان. قلت لها كيفاش؟ والو والو. قالت لي نو سي با والو، سي مو جو مانج. قالت لي قالت لي قالت لي جو مانج، قالت لي جو مانج جو دوغ جو تواليت كوم لي جون. قلت لها بغيت نسولك شنو المستوى ديالك؟ قالت لي لو سيزيام. قلت لها سيزيام ليسي. قالت لي لا السادس. الفرنسي عباد الله كتاكل الدق. ايوا انا تفكر نعاود لك واحد القصه ديال الله يوقعت لي بصح، واحد الدري صاحبي كان عنده موعد في الركبه ودخلنا على الطبيبه شافته، المهم قلباته دارت ليه الدواء، قالت ليه دابا كومون تي تسون؟ قال لها جو تسون بيان. ولكن الوعره هي بعض المرات كتطلب شي واحد كتقول له عطيني نمره التليفون، لاحظت واحد القضيه كيعطيك النمره بالفرنسي، البديه بالفرنسي وكيكمل لك بالعربيه. حافظ حتى 60 تقول لي قيد 06 61 99 80. وهذاك المريقل فيهم تيقول لك قيد، هذاك اللي ما بغاش يفرش راسو كيقول لك 06 61 99 87. مرحبا بكم. Are you ready? Let's take it back to the old school. اليوم غادي يكون معنا واحد الضيف سبيسيال، واحد البطل عالمي اللي جانا من امستردام. اللي عجبني فيه بزاف هو انه من الناس القلال اللي حافظوا على الدارجه ديالهم المغربيه واخا عاش برا. ما غنحرقش لكم شكون، ولكن غنخليكم تكاشفوه في الفقره ديال حاجتك ما جيتك. حاجتكم ما جيتكم. الضيف ديالنا اليوم هو مقاتل مغربي سبارشات. لا 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 لا، ماشي مع هادو، حيت هو المعركة ديالو كتكون هنا. الجذور والأصل ديالو من مدينة وجدة. واخا كبر وعاش في أمستردام وعندو الجنسية الهولندية، فهو كيلعب باسم المغرب وديما هاز معاه الدرابو المغربي في كل ماتش. المهم كيبرد لينا الغدايد وديما كيربح بالكاو. الضيف ديالنا اليوم ماشي هو هاري بوتر، ماشي هو طيبو هاري. واش عرفتوا شكون معنا اليوم؟ بدر هاري. بدر سي بدر مرحبا بك. شكرا. عندك بزاف ديال المعجبين تبارك الله. داكشي اللي كنشوف. عندك المعجبين المعجبات. داكشي مخلط. ياك. مزيان. تبارك الله عليك. واخا.
بدر، الناس اللي ما كيعرفوكش مزيان غنخليهم دابا يتعرفوا عليك في هذه الصور هذه. هاري بد بدر Rappers voor de strijders, dus gaat hebben aan schijters. Want deze twee zijn geschiedenis rappers. Dus kom maar op met je low kicks. Ik beloof dit. Als je mij niet meer krijgt, geef het op wat je wordt gesloopt. Bitch, wat wil je doen? Fuck de room. بدر، من بعد هذا الفيديو أول حاجة خصني نقول أنا هو اشهد ان لا اله الا الله. هذا الناس ولا انا خصني نعيط لواد نتسامح معاه. الله هذا تبارك الله عليك، حنا فخورين بك كمغربي مثل المغرب وهز الرايه ديال البلاد ويعني رفع لنا راسنا. انا بغيت نسولك حاجه وحده، علاش بدر هاري خلافا على بعض الناس مثلا اللي تزادوا في بلدان اخرين مثلا اجنبيه، لكن ديما كتبغي تلعب بالدرابو ديال المغرب، علاش؟ أو أول دابا واحد ملي كيتزاد تمايا بشحال بزاف الناس كينساو منين جا وشكون هما وشكون والديك وشنو هي البلاد ديالك، وفهمتيني دابا أنا لا انا سبحان الله والدي كبروني فحال هكا فهمتيني، كنموت على المغرب وفهمتيني الرايه هي كل شيء والشعب ديالي هو كل شيء زعما حاجه اخرى اللي كنشوفوها انا ايجابيه حافظتي عليها هي اللغه ديالك الدارجه. خلافا على بعض الناس مثلا كيمشي مثلا كيعيش واحد 10 سنين في فرنسا مثلا وكيجي يقول لك اه صافي 3 عام جيت مغرب. صافي لونتون. صافي لونتون. انت كتهضر معنا بالدارجه بحال عمرك ما مشيتي لهولندا، شنو السر في هذا الشيء؟ انا نقول هذا والديا بزاف فهمتيني كانوا كيجيبوني المغرب كل عام، وهنايا زعما منين كنت كنجي للمغرب ما كنتش كتصاحب زعما مع اولاد فرنسا هولندا، زعما مع اولاد الحومه ديالي الشعب اولاد الشعب وهكا بزز عليك ديما تبقى كتهضر معاهم. والديك كانوا كيهضروا معاك في الدار العربيه؟ العربيه لا العربيه، وين حنا كبار ولا لا حنا كنهضروا بالعربيه. بدر سمعنا واحد سكوب، سمعنا بانك كنتي في المدرسه فاش كنتي صغير كنتي محقور شويه وكان هذا هو السبب اللي خلاك تمشي في هذا المسار هذا، واش بصح هذا الشيء؟ بصح. كنت حقور في الدراري؟ ملي كنت صغير كنت طويل وكنت ضعيف وكان عندي واحد النظر قد هكا وراك عارف. اش كان يقول لك الصغر؟ كل شيء شنو دوزوا عليا، ولكن ماشي مشكل. واحد النهار كنا في الدرب كنلعبوا واحد الوقيته كتلعب واحد الدري ويطيح لي واحد الحجر على ظفاري، تهرس لي ظفاري فحال هكا تحدى عليا زعما. طلعت انا با كنبكي. قال لي صافي من هذا البكيان. صافي. قال لي يا عندي الحل، غدا تصبح كتريني الكيك بوكسين. ومن تما؟ داني الايامات الاولين ما كانش كيعجبني ديك الرياضه. العنف وضربني نضربك، مالي كان ما نعرف هذا الشيء قلت لي زعما فهمتني. وشو سبحان الله ربي كتب انك كتب نوصل لهذا الشيء كامل. دابا بخير، دابا ما كاين اللي يتعدى عليا. سي بدر، يعني هذا السيد اللي كان لاح عليك حجره على ظفرك اكيد دابا غيكون شاف كي وصلتي غيكون انتحر هو. وباش نضحك ما جا كنشوفو هو ولد الحي فين كنت كنسكن بكري مع والديا في امستردام ومازال كنتلاقى معاه. ما انتقمتيش؟ الله يسامح الله يسامح. سي بدر كنعرفوا ان عندك بزاف ديال السميات، سماوك الجولدن بوي، سماوك كوبرا، سماوك الباد بوي، علاش هاد السميات هادو؟ ما عندهم شغل. سليم.
المهم سمتني بادر وبا، ولكن هما ما عجبتهمش وما نعرفش. بدر نبقاو واحد القضيه، شفناك انك وصلتي تبارك الله للعالميه ولعبتي مع ابطال العالم وربحتيهم وهذا الحمد لله. دابا في هذا المسار ديالك كامل ما كتفكرش مثلا دير السينما مثلا وتلعب ادوار بحال فان دام ونشوفك؟ نقدروا نشوفوك مثلا بحال بريسلي وفان دام؟ انا ماشي بريسلي وانا ماشي فان دام، انا بادر، ولكن باش نلعب فيلم. وي الا تقترح عليك فيلم تلعب. ما كنعرفش نمثل والو. لا والو، نفرش الفيلم وصافي. صح والله العظيم. ولا تقدر تضرب هذوك ديال بصح؟ لا نكون نغلط. تقدر تغلط؟ ما تعرفش. احسن اخويا ما تمثل. ما فلتش حسن، ما بقاوش اللي كيمثل معاك. بدر انت ولد وجده؟ لا. الاصل منين؟ انا كتعجبني وجده. ومره مره كنمشي ليها، ولكن الاصل ديالي ماشي موجوده. خبرك دخلنا الويكيبيديا وكتبوا انك من وجده. ولا غير الغلط هذاك غلط عرفتي، راه كيجيو عندي وجاده ولد وجدين، انا كنحشم. كتقول لهم بصح صافي راني مره مره كنطلع لكم، ولكن انا الاصل ديالي نورمالمون من الهواره 44. أيوة. انا هواري، هذا هو الاصل ديالي. ماشي من وجده؟ لا ماشي من وجده. عزيز عليا وجده، الناس ديال الهضره يفهم، ولكن انا شو السر ديال الكنه ديالك؟ عندك شويه الكنه غادي للشماليه شويه. هذيك دابا انا كبرت في برا وكبرت في هولندا، هولندا بزاف الناس من الشمال فهمتيني، ودابا العربيه ملي كتهضر تمايا ضروري كتولي عندك واحد العربيه ميكس بحال هكا دار باناشي وصافي. كنشوفوا بدر بزاف في البحر ديال المهديه. كيفاش قضيتك مع هاد البحر هاد؟ مهديه والبحر ديالي. وشفنا بزاف الناس واخدين معاك تصاور تما. مهديه نيت. تما نحصل ديما واخا كتمشي للبحر عادي كتمشي عادي. ما كيبرزطوكش الناس في الشارع؟ يوميا، ولكن هذه المحبه ديال الناس ما تقدرش ما عندك ما دير. هذه كتجي منين كتولي في حاله، منين كتولي معروف في حاله، هذا هو الثمن اللي كتخلص. والحمد لله الناس كيحبوك، احسن ما تكون غادي في الزنقه وكيبصقوا عليك تفوا عليك زيد في حالك. على 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 ذكر هذه القضيه، الا شي واحد مثلا دار هذه القضيه هذه مزق عليك ولا قالك مشى عيط لمو يتسامح معاه. بدر انا كتعرف انت عزيز عليا. كتعرف انني ما نقدرش نخسر معاك. قالوا لي الناس، قالوا لي قالوا لك عندي بلادي وداك الشيء. انت عندك ولادك؟ مازال باغي. مزيان، مازال باغي نشوفهم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. بارك الله. تشوف هذا البرنامج كيسالي. اسمح لي. ماشي مشكل. سامح سول. والله ما بقى نعاود. صافي سالي لي. ثقة على بدر. سي بدر، كتعرف خوسي مانويل غارسيا؟ شكون؟ خوسي مانويل غارسيا. خوسي مانويل، لا والو. ما فايت السال خويا شحال؟ لا ما عرفتش. حنا سولنا الناس، درنا واحد ميكرو خطوة وسولنا الناس في الشارع، قلنا لهم اش كتعرفوا على المغني خوسي مانويل غارسيا، وكان هذا هو الجواب. جو بوز لا كيسيون ان عربي ولا فرونسي؟ كيما بغيتي. داكور، جو دو بوز ان انجلي. نو لا سي بون، شو بيجي. كيفاش كيجيك لو شانتور خوسي مانويل غارسيا؟ سا فا؟ سي دو كوريك؟ ما عنديش مع الموسيقى. صح. عندك مع الرياضه؟ عندي مع الرياضه. جري. كيفاش كيجيك لو شونتور خوسي مانويل غارسيا؟ باش لو كوني با. كيفاش كيجيك في السي ديالو؟ ما كنعرفوش. لا في الغناء ديالو. والله ما كنعرف. انت كيفاش كيجيك المغني خوسي مانويل غارسيا؟ خوسي مانويل مزيان المغني، مستوى جادور. جادور. لي شونسون ديالو خفاف ثقال. لا عادي، ماشي مملين. فكرني في السمية ديالو هذا المغني. جوزي خوسي مانويل. جوسي خوسي. شكون هذا المغني؟ خوسي مانويل غارسيا، كتبغيه ولا ما كيعجبكش؟ ما عمري ما تصنت ليه. علاش؟ ما نكذبش عليك، عندي مع ايكون 50 سنت شاغي شامبون ماريا كاري. شامبون مغني كيدير لي فخيس. واش تحبوا المغني خوسي مانويل غارسيا؟ كيف ما نحب؟ نحب المغرب كله احنا.
ياك والمغني خوسيه مانويل والمغني كذلك خوسيه مانويل غارسيا خوسيه مانويل غارسيا وانت نحبه اذا كان في واحد اسمه خوسيه اذا كان واذا ما كانش لا نحبه Vous connaissez le chanteur José Manuel Garcia? Oui. D'accord. Et comment vous le trouvez? Bah, il chante très bien. Ouais. Il chante très bien. Et il danse très bien aussi. Et puis, il touche beaucoup de personnes par sa musique. Il est joli, il est joli. C'est un beau garçon aussi. Oui. Je l'adore, je l'adore. Et je l'aime bien, je l'adore. Merci. Merci. C'est gentil. C'est gentil. اسمع الاغاني اسمع معروف عندنا في السعوديه كثيره وفي الخليج لكن اسمع اغاني اسمع اغاني اسمع اغاني سي اسبانيا سي 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 مو طامبيان سي مزيان سي جو شونسون ديال كي جوك خفاف ثقال با ايكوت بور مو لا ميوزيك اسبانيا شي حاجه مزيانه عشان تجيبني باسكو تعجبني السيت ديال الديسك ديالو وي ما عمرك تلاقيتي معاه نو جامي انا تقول الا بغيتي المره الجايه الفيزا تلاقى معايا سي فري عرفتي علاش انا ما عرفتش علاش حيت هو الوزير الخارجي ديال اسبانيا ميرسي 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 بوكو السلام عليكم بدر هذا الوزير الخارجي ديال اسبانيا قال لك تيغني زوين واعر تعجبنا شنو بالك في هذه القضيه هذه واه كيتفرقوا عليك تما في ذاك البولفار ديال كازا ياك وقد عندك شويه مع الغناء مع الموسيقى شويه شويه واش كتصنت شنو هو لي ستيل اللي كيعجبوك ما عنديش شي ستيل واحد الموسيقى الموسيقى كتمشي مع الكانه الكانه هي اللي مع الكانه كل مره والكانه ديالها تبارك الله عليك بدر كنعرفوا انك عمرك ما رفضتي شي كومبا لا جون ديالك اشاك فوا تي بروبوزي عليك شي واحد وما كترفضش لا كيفاش قضيتك واش ما كيخلعك حتى حد ولا كيفاش كيخلعني الله سبحانه وتعالى ما يمكنش تقدر دير الرياضه لكن انت هي كاين شي شويه ديال كي كتقول ماشي الخوف ولكن كاين شويه ديال النيرفوزيتي ما كتكون زعما بحال غادي شي عراسيه لابس راك خصك تشوف راسك راك هو هذاك ولا لا دابا انت كتمشي للكومبا بحال غادي العراسيه غادي الحفله وصافي غادي تبرز فرحان والله حتى فرحان بحال حنا فحال ما كاين لي طرا راه بصح نيس داك اللي كدار معاك رجع ماكيي ماكيي والله العظيم شحال واحد شو ماكي ولكن ما كاين لي طرا هو ولد 9 شهور انا ولد 9 شهور ما كتشدكش خلعه بصح لا والله ما كاين الخلعه ما كايناش شنو كدير شنو الطقوس ديالك كل تنعرفوا كل بوكسور مثلا عنده شي طقوس كيديرهم قبل ما يطلع للرينك شنو كدير انت في لي كوليس قبل ما يطلع الموي الوذا ديالك ديما كترضي عليك عمري ماشي مازال انا كنبدل ما بقى ليا صافي انا مع الدروج باش نطلع كتعيط لها ضروري خاصو كل واحد يحبس يتسنى حتى نعيط لها مسكينه هي اللي بكي ودعي معايا ومنين كتسمع امك فحال هكا كدعي معاك والبكا وزعما قول لي ما كاين اللي يربحك ديك الساعه فين غادي يجي واحد يقول لي لا ما يمكنش او مي بكيتي صافي مشيتي عند الله تبارك الله تصفيقه على بدر بدر كنعرفو تبارك الله هذه العلاقه القويه مع الوالده ديالك انا بغيت في هذا البرنامج هذا غتشوف في هذه الكاميرا هذه وغتقول لها شي ميساج انا عطيك 40 ثانيه وبغيتك تهضر مع الوالده ديالك شنو ممكن تقول لها نقول لها امي كنت ولد صعيب وسمح لي بزاف ودوست عليك ودوست على با ولكن الحمد لله ديما نفعتوني عاونتوني في كل شيء درت في حياتي و الله يخلصكم شكرا بزاف تبارك الله عليك بدر انت باقا طالق الموسيقى صافي راه هذا ديال البكيه كاع واحد والله العظيم راه هضر مع عمو انت مالك كنعرفوا تبارك الله لي شو اللي كدير فيهم بزاف ديال الفلوس واش ما كتحسش تيقولوا صافي تيقولوا ما عرفتش واش ما كتحسش بانك كتخاطر بحياتك شويه لا 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 دابا الرياضه وحوايج كاملين اللي درتي كيبغيو تبريباري كاين دي ريسك انك ممكن وي كاين سيغ ولكن داك الريسك هو اللي كيرد هاد الرياضه سبيسيال ياك هذا هو الحماس ديال هاد الرياضه ما كتشاهدش قبل ما تطلع انت من غير نحارب ولا حتى راه غادي نلعب ماتش لا لا ماتش انت كيبان لك بحال شي حاجه ولكن راه ماتش كاين الحالات اللي وقعوا الناس توفاو انا كيبان لي بحال الضمه
على الضامه. انت دير هنا نحط هنا، انت تحط هنا حتى نربحك. هذا هو اللي، هذا هو راه ماشي مدابزه، راه حنا كنلعبوا، حنا كنلعبوا الضامه حنا بحال الضامه. اغلبيه انت اللي كتضيم؟ انا كنضيم وراه كلشي باين تبارك الله عليك. فاش كتكون ضارب بغيت نعرف بدر شكون هو، شكون هي الشخصيه اللي كتجيك ما بين عينيك في ديك اللحظه اللي كتكون انت كتضرب؟ انا نعطيك ثلاثه اختيارات فاش كتكون كتضرب. شكون هو الشخص اللي كيطيح لك ما بين عينيك؟ شي استاذ ديال القديم كان كيضربك فاش كنتي صغير؟ جوج شي ولد كان كيحقر عليك؟ ثلاثه مولكره. ما بقاش كنكري، ما عنديش مولكره شاري سعداتك. ما عنديش شي مدير قديم اللي كان كيضربني. هي ما هذه على وشنو هو الاخر؟ مول قلنا شي دري حقر عليك شي مره. نديرو داك الدار اللي حقر عليا واخا انا ما عارفو شكون. بدر كنعرفوا ان كل واحد تيكون عنده المثل الاعلى ديالو، شي حد مثلا في السبورتيف كان كيعجبك شي واحد بيان سور قبل ما تطلع فهاد الرياضه اللي كدير؟ لا ما كانش عندي، حيت حنا كنعرفوا مثلا كل واحد عنده المثل الاعلى ديالو. بحال دابا اللي كيدير التمثيل كيقول لي يا ربي شي نهار نتلاقى مع داك الممثل ونمثل معاه، المغني تيقول لك يا ربي شي نهار ندير شي ديو معاه، انت كتقول يا ربي شي نهار نتلاقى ونسلخو. انا عمري ما كان عندي شي واحد اللي كنشوف اللي كنقول راه هو بغيت نكون في حاله ولا شي حاجه، هذيك عمري ما كانت عندي، ديما كانت عندي واحد واحد الثقه نفسيا بغيت نكون انا، بغيت نكون فلان ولا فلان. ولكن واحد مره كان عندي يمكن تعرفوا في هذه الرياضه كان واحد اللاعب سميتو بيتر ارت. بيتر ارت رجل المغرب هاد الايام دوز واحد ستاج هنا ولا ما نعرف، انا كنتفرج فيه انا مازال صغير، ماشي صغير ولكن مازال ما وصلت فين هو وصل، ديك الساعه هو بطل وكل شيء، وكنعقل لي واحد النهار اللي غادي نلعب معاه، والنهار اللي غنلعب معاه وقلت في الرينج قلت او هذا هو داك السيد اللي زعما كنت صغير كنت كنقول راه ما نعرفش بغيت نكون في حال بغيت نشوف ديك الطريق اللي تاهو لعبتي معاه وسلخته ومني سلخته ما طقتش. فكرتيني بهذه الاشاره قالتي لي انا هو داك اللي عقدت عليا وسلختيه بالكاو هكا ما تعطلتش معاه. كنعرفوا بدر حياتك ماشي ديما رباح، كاين شي وقيتات اللي خسرتي فيهم. فاش كتخسر ما كيبقاش فيك الحال؟ كيبقى في الحال ما تعلمتيش من ديك الخساره. ولكن ما كاينش شي حياه اللي كدوز كامله ربح، ما كايناش. اللي كيقول لك حياتي ديما ربح كيكذب عليك، راه ما فرحانش، كيدخل الدار كيبدا يبكي. هذه هي الحياه، مره كتربح ومره كتخسر، والحياه اللي كتجيب لك بزاف ديال الحوايج زوينين كتجيب لك حتى بزاف الحوايج خايبين. كنشوف ان نفسك حاره في الرينج، فاش كتخسر ما كترضاش. ما جيتي ترضى على الخساره راه اجمع راسك. يعني جيت تكون خساره خسرتي قلتي راني هو هذاك راه ما يمكنش. لا والحمد لله ما كنخسرش بزاف. تبارك الله عليك. لعبتي تبارك الله اكثر من 100 كومبا ياك؟ شحال ربحتي من كومبا تقريبا؟ شي واحد انا عارف ولا لا؟ والله ما عارف. ما قلتيش. قال لك واحد 100 والصرف. اللي رابح ولا اللي لاعب؟ اللي لاعب ولا اللي رابح؟ 100 والصرف منا كنبيعوا بلاع. لا كون ربحت شي 90 ولا هكا. 90 تبارك الله عليك. لا حول ولا قوة الا بالله. عرفتي شنو هي 90 واحد مسكين؟ واش غندير؟ يا ربي تكمل النهار بخير. شنو هي الكومبا اللي عمر بدر ما ينساها في حياته؟ الكومبا اللي عمري ما نسيت في حياتي. واحد مرة انا لعب مع هذاك روسلان كارياف وحنا قصارين. راك عارف و هذاك شي عقصري هذاك حنا كنضحكوا صاف. واحد الوقيته ضربني طحت، ولكن من طحت ديال بصح ما زعما ما بقيتش عاقل شنو كاين. ومني نط الحكم كيحكم انا نط وضربته، هو جاي باش يضربني عاوتاني ضربته طاح ما ناضش صافي فيلم. ولكن انا ما عرفتش شنو طرا توصلت. علاش شي مغيب؟ مغيب ضربتي وانت ما عرفت كي درت وهذا شو عساك لكن فايق. بدر كنعرف عندك واحد التخنزيره سبيسيال بصح كديرها قبل ما تلعب كتكون كتشوف في لادفيرس ديالك عندك واحد التخنزيره. واش كتبغي توكل من خليها ولا كيفاش؟ بغيتك تخنزر فيا دير فيا هذيك التخنزيره. اين التخنزيره؟ اللي كتخنزر في لادفيرس ديالك فاش تكون مع الفريق. انا ما عندي معك والو، اش نخنزر معك؟
بغيتي زعما بصح بغيت نشوفها قدام كاميرا وشوف الكاميرا. لا خصني نشوف فيك انت ديك الساعه. شوف شوف يلا وقف. عندي بحال انا معاك بصح انا نجي بحال البس ويلي 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 يلا بحال نلعب مع ولدي ولكن انا كنعرف الخنزير انا كيخصني على التخنزير مشيتي صافي يلا سي خزر ابو طهري سيبو ما خسرت الجال لا لا راك هو مزيان والله العظيم تبارك الله عليك الله يحفظك بغينا نعرف واحد القضيه بطر بزاف الناس كيشوفوا في لي كومبا ديالك كيشوفوا واحد يطاش بحال في ظهرك واش هذيك توحيمه ولا تطواج هي توحيمه زاديت بها راه هي ومنين زاديت هي عندي واش هذاك توحيمه على الفخر واقيلا لا نعم هل تعرفوا العيالات في المغرب كيتوحموا على الفخر لا الكبده هذيك الكبده بصح ما كنهضر معاك الكبده جاب بصح دابا انت كتاكل الكبده انا كناكل الكبده وما عندك كبده وما عندي كبده بدر واش عندك شويه مع الشاط مع الانترنت لا لا ما كتدخلش فيسبوك لا والو في خطره عندنا واحد الفقره سميتها اونلاين غادي نخليوك تشاطي على خاطرك وغيطلعوا عندك دي بيرسوناليتي معروفين وخصك تشاطي معاهم ضروري سامخش واخا يلا نشوفوا اونلاين السلام عليكم بدر هاري هذا اكيد داير عماس لاباس والله العظيم بالله الا نهار كبير هذا ابيتي جامع دابا راه بيتي جاي راد وتا الله الا تاكل فيها هضره تشوف تشدي خلعه هذا عرفتيه عرفتيه ممثل ممثل اياه ما عرفتي السميه ديالو لا فركوس هو مراكشي هضر معاك وقال لك راه تشدو الخلعه شنو تجاوبو قال لك بغا يهضر معاك ولكن كتشدو الخلعه اه هو خواف واخا نشوفو دوزيام كومونتير I'm Mike Tyson بلاش كرفتيني هاد الصيف راني جاي للمغرب واش فك ما نلعبوا على شي قصعه ولا على شي رفيسه السلام عليكم بدر مايك تايزن عمرك ما تمنيتي تلعب معاه لا هو كيلعب بوكس وانا رياضي ماشي بحال فحال قال لك بغي يجي يلعب معاك شنو تجاوبو لا بو كاش كاش ماشي مشكل شوفوا لو تخوازيام كومونتير خويا بدر راه حقرو عليا بزاف انت هو المثل ديالي الاعلى ما كاينه لا طريما والخبز واتاي الله حافظك هذا واحد الشخصيه كاريكاتوريه معروفه في الانترنت سميتو بوزبال بغى يهضر معاك اش تقول لي قال لك صح حقرو عليا بزاف واني زعما كل مراجع الحقره تاعي الله العظيم بوزبال نشوفوا لو كاتريام يلا اولا بصح مرحيم خويا بدر بغيت ان شاء الله نقول لك بانك غتكون معايا ان شاء الله في المنتخب في التشكيله الجديده اللي غنديروا ان شاء الله ضد زامبيا وبغيتك ان شاء الله تكون معنا في الدفاع وبغيتك تدافع بيدك وبرجلك وسمعتي وحتى شي اتاكو ما تخليه يدوز سمعتيني حيت انا عارف انت الوحيد اللي ما يقدرش واحد يدريب ليك راك عارف تقدر دير لي خواف عمره بكري تح اللي دواعف توصي بغي يلعب معاك بغي يلعبك في التشكيله ديالو لان شتي المنتخب دابا مؤخرا بقى كيدير والو بغى يلعبك في الدفاع قال لك اللي دوا يلعب اش دير تلعب معاه وانا اللي درت بوحدو ما داروش 11 ما داروش انا نلعب معاه وحنا كنهضروا على المنتخب الوطني فين كيبان لك المشكل انت كرياضي شنو فين كيبان لك المشكل انا ما نكذبش انا ما كنعرفش كواريا لاعبين في المنتخب المغرب
ولكن باش نقول لك المشكل ما نقدرش نقول لك ما نقدرش زعما كل اللعابه اللي عندنا لعابه مزيانين ولكن انا اللي كنقول في نفسي خصنا المنتخب ما نبقاوش نجيبوا لعابه من برا خصنا محليين خصنا ديالنا هنايا اللي مازال فيهم النفس ومازال اللي فيهم هذوك اخرين تفشوا عندهم كل شيء كيجيو هنا ما عندي ما نسالك باش عجبتيني عندك غير قلت لا انا ديرك اللي بغاني هو هذاك اللي ما بغانيش فحال فحال ياك اخي ديالي ما كيجيب لي الشكاره ما كيخلصوا عليا ولا بدر كنعرفوا بدر انك شجاع تبارك الله هاد لو كوراج اللي عندك واش ما كاينش شي حاجه شنو هي الحاجه اللي كتخلع منها بدر هاري واش عندك شي فوبيا شي حاجه كتخلعك لا ما ماشي شي حاجه اللي ما دخلك مثلا مجنون من الكلاب شي حاجه شي لا والو شي خلعه عندك فتش هذا الشيء البارح ولا اول البارح جالس كنتفرج مع والديا ديك كاميرا كاشي وهذاك واحد داروا ليه جنون ولا ما نعرف انا ما يخلعنيش داك الشيء لا وانت الجن راه يشوف كيف يضرب دوره واحد القضيه بدر شفنا تبارك الله عندك مع الطوموبيلات وكتركب على دي مارك يعني سيارات فاخره بحال اللومبرغيني شفناك في دي مارك معروفين واش هاد الرياضه اللي كدير سابور دو لارجون يعني كتدخل موراها فلوس مزيان الحمد لله بخير الحمد لله شنو هو اكبر كاشي خديتي ما قلتش بيناتنا ما قلتش لي كومبا مثلا شحال كيداروا مثلا كومبا شحال كيقدر يربح فيها سبورتيف كل واحد والثمن ديالو بحال كل لاعب وشنو هو ياك الكاشي ديالو الكاشي ديالو كاين اللي تقريبا عطينا دي شيفخ مثلا ما نقدرش نقول لك تقدرش تقول لي ما عرفتش هلا وي شحال كتخلص في العام ما نقولش لك ايوا شتي بدر شفناك في لي كونفيرونس دو بريس كتبروفوكي بزاف لي زادفيرسير ديالك حتى شفنا كاع فواحد المره ضربتي كاع شي واحد واش داكشي كيكون بصح ولا سي دي ماركتينغ انا كلشي اللي كندير بصح ياك ما كاينش الخواض كتعصب في الكونفيرونس كتضربو كاع انا كنتعصب عليه وعلى اللي معاه ولا مراته ولادو كنتعصب على كلشي اللي كيعرفو على المحامي ديالو والمخدامه ديالها كلشي كنتعصب عليهم كاملين اش داروا ما نعرف حتى هو لكن هو وكلشي اللي معاه المهم انا ما كنعرفوش هذاك لا عرفتوك هاد لا بروفوكاسيون اللي كدير من بدر للناس اللي تيكونوا معاك مثلا غتضرب معاهم مثلا وغتلعب معاهم واش ما كتقلقهمش ولا كديرها بالعاني باش تعصبهم والماتش كيبدا قبل من الرينك فهمتيني الماتش كيبدا في العقل قبل ما نوصل لديك البلاصه كتبغي تاثر لهم شويه على النفسيه ديالهم تخشى لهم في حوايجهم فهمتي ياك خصهم شي ديك الليله للدار ويقولوا برزت برزتين غادي نشوفوا دي فيديو ديالك مع ناس اللي طرا بيناتكم هذا الشيء هاد لي كونفرونتاسيون Just stop using the booze and alternative music. Told me she was going back in the youth again. ليش هذا القباحة السي بدر؟ ليه؟ صغير والراس سخون وراك ياك دابا ما تبدلتي ما خديتيش هكا ما نعرف دابا ممكن ترى شي سن بحال هكا نقدروا نشوفوها زعما ما تقدرش تعرف ما تقدرش تعرف شنو الحاجة اللي تقدر أكثر حاجة ممكن تعصبك مثلا؟ عاد نهضر في الشارع كنتي غادي مثلا في الزنقة ولا مع شي حد شنو الحاجة اللي تقدر تقلقك بزاف؟ الناس اللي كيتعداو على حيوان الناس اللي كيتعداو الحيوان واللي كيتعداو الانسان لا انسان راه عنده الجهد والصوت والهضره باش يجاوب الاخر ولكن مساكن كلاب وقطوط ما عندهمش كضربهم ولا شي حاجه ما عندهمش كيجاوبوك ما كاينش اللي يدوي عليهم هذا صافي بدر واش فايت داير لك الصابو هنا في المغرب شنو واش فايت داير لك الصابو 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 هو داك اللي كيدار للطوموبيلات الا ما خلصتيش مثلا في تي الوقت وما خلصتيش حطيتي الطوموبيل عندها لا ما طرات ليا عمرها ما طرات لك لا عمرها طرات ليا ولا طرات لك هنا خلي لهم الطوموبيل ديوها ياك ماشي مشكل شنو غادير ما عندك ما دير انا كنعرف انا بزاف ديال الناس كيتقلقوا من هذه القضيه وكيتعصبوا منها لان بعض المرات هذوك الناس اللي كيديروا الصابو كتقدر تحط الطوموبيل ديالك كدوز غير دقيقه تمشي تقلب على الصرف كيلقاو داروا لك الصابو هذه القضيه كتقلق الناس شحال واحد كيولي بغي بدر يولي بدر هاري في ديك الوقيته في ديك الساعه ياك
بدر غادي نشوفوا الروبورتاج على الصابو وكيفاش الناس كيعانيوا من هذا الصابو في المغرب حالا. هاد الصابو هذا خرج علينا هاد الصابو. علاش؟ حنا عندنا عائلة، فين غنمشي؟ أنا 20 عام ولا هاد الزنقة هادي. وأنا داو لي دابا هاد الزنقة، فين غنمشي عند عائلة؟ تسعة نفوس. الوليدات، الوالدة. سي دي فول مانيفيست. سي دي فول مانيفيست. موا جو سوي أون تران دو ميزي، إي ميميت لو صابو. أنا حضرت المرأة حاملة، شات بغات تميزي الوحدة، تاخذ لها خاتاج الأخرى قدروا لها الصابو، وخلصت 30 درهم، هادشي ماشي معقول. اول حاجه هاد الماكينه هادي ما كترضش الصرف، يعني الا ما زيتهاش الدراهم الصرف كتكارديه في المره الجايه والله خديتيه. حاجه اخرى الا ما زيتي درهم جديده ما كتقبلهاش. ها انت بس يعني خصك تكون عندك درهم قديمه، يعني خصك تكون مخبي شي درهم من شحال هادي. اش بالك اخويا بدر؟ لا دابا حاجه اخرى. لا دابا حاجه اخرى تعصب او خصك عندك الدرهم ديال حسن الثاني الله يرحمه باش خصك تكون عندك درهم قديم. ماشي كلهم، بزاف وحدين الماكينات اللي فيهم هذا المشكل هذا. انت الا طرا لك بحال هكا مشيتي يلا بغيتي تقلب على الصرف وداروا لك الصابو، شنو تكون رده الفعل ديالك؟ انا هاد الحوايج ما كنتعصبش عليهم ياك. لا تعصبوش. لا ما نتعصبوش. بدر شفناك توصلتي برساله من صاحب الجلاله محمد السادس. وكيفاش تلقيتي هذه القضيه هذه؟ وعمل احسن حاجه اللي طرات لي في حياتي يعني. بدر الى مثلا تعرض عليك تكون يكون عندك بوست في الجامعه ديال الكيكو بوكسين مثلا اللي كتمارس انت، شنو الحوايج اللي تبدل؟ غنبدل الناس اللي جالسين دابا تما، هي نبدا بها. علاش؟ حيت هما قدامين تمايا شي 20 وكذا سنه هكا سمعت وما كايناش شي بوست اللي كتجلس فيه ديك الجلسه طويله، فهمتيني؟ كيبغي دابا الدراري اللي جايين دابا الدراري لي جون وهما الناس كبارين ما كيفهموش لي جون، فهمتيني؟ خاصك عاوتاني تجدد داك الشيء باش شي واحد يلقى من هذا الوقت اللي غادي يفهم عاوتاني الناس ديال هذا الوقت. علاش ما عندناش ابطال من حجم بدر هاري مثلا في هذه الرياضه؟ شنو فين كاين المشكل؟ حيت المعاونه ما كايناش من عندهم. شنو هي المعاونه اللي خاصها بالضبط؟ المعاونه شويه ديال الوقت، شويه ماديه، شويه بزاف ديال الحوايج، ماشي ولكن خصك تبدا بحوايج صغارين. ما كاينش المعاونه كاع في خاطره. انا دزت بزاف ديال لاصالات في المغرب، لا في كازا لا ربا، ما خليت حتى بلاصه اللي كنمشي نطل شخصيا نطلع على شي لاصال. وفيما كنمشي لاصال كنسمع الهضره فحال فحال. فوالا فيدراسيون ما كتعاونش. بدر غادي نشطو شي شويه عاوتاني نرجعو نضحكو. عند واحد الفقره سميتها خلي كومونتير. ملي كتدخل للانترنيت كتشوف شي ايماج ولا شي فوتو ولا شي فيديو كتبغي تخلي شي كومونتير عليها. حنا نعطيوك دي فوتو وانت خلي عليهم كومونتير. سامارش؟ واخا. يلا نشوفو خلي كومونتير. وصحاح هادو. كي جاوك لي زابدو؟ زابدو انا ما عنديش بحال هادوك. ياك؟ والله العظيم عنده شي 18 تمايا. والله العظيم. اعراض. شي دابا هذا ما ترينا ما والو. فيدور مع راساتو. يلا نشوفوا الدوزيام فوتو. سوي كلاس. سوي كلاس. شطابه هنا تمايا. كي جاك هاد السوي كلاس؟ واه سوي كلاس ما في نعم. دوريجين. دوريجين. تلقاها في المغرب هاد السوي كلاس. يلا نشوفوا الصوره الثالثه. كيتشوشش. شكون هذاك بدر؟ ولد عمي. شكون هذاك الكليب ديالك هذاك؟
عندك مع الحيوانات؟ اه بزاف كاع. ياك هما مازال تسلخهمش بعدا؟ ويلي والله ما لا ما يمكنش. بالعكس. اه بالعكس. صافي خصهم غير الناس اللي ناعسين خصهم يفيقوهم وصافي فهمتيني. حد انا بزاف صاحبي صاحبك صاحبي صاحبك بحال هكا كتبان كتوصل وديك صاحبي صاحبك خصنا نحيدوها فهمتيني. اللي دار شي حاجه دار اللي ما دارش الله يعاونو فهمتيني. بلا ما نبقاو وصلنا واحد الوقت ما تبقاش تقدر تكذب على الناس. بدر اشنو تقول على هذا؟ سمعنا كتهضر على شي حاجه ما فهمناش بالضبط شنو واقع. علاش كتسكتي كتهضر؟ على المغرب. على المغرب. اه كاين بزاف باك صاحبي هنا. بزاف بزاف. وانا اللي كيخلعني انا براني ماشي براني ولد بلاد ولكن زعما عشت برا ومني كنجي هنا مع كنعيش مع المواطنين هنايا كنشوف داك الشيء كاين. وشو لا شفت انا داك الشيء كاين في خاطرك داك الشيء؟ اه بزاف سي نورمال فهمتيني. كتشوف واحد حسن من الاخر بزاف ولكن حيت هذاك معرفه وهذا كيدوز قبل من هذا اللي حسن منه هكا عمره ما نوصلوا. بدر سمعنا قلتي واحد المره واحد الصحفي انا قابل للانفجار في اي لحظه. علاش بعض المرات كنشوفك ما كتحكمش في راسك كيكون مثلا الادفيرسير طاح في الارض وكتكمل عليه؟ ايوا كتعرف ديك الدم ديال المغاربه حنا صغارين شويه ياك ما كتقدرش شي مرات حيت بعض المرات كنتي خسرتي شي مره غير لانك كنتي رابح ولكن ضربتي كملتي علاش؟ ملي كنلعب ايموشنيل وبالنفس فهمتيني وباغي نربح كما كان خصني نربح وصافي وشي مرات كتغلط. هذوك الناس ما طلبش منهم السماحه؟ لا هو داك الغلط ما كيبغيش تصفيقها ياك. لا داك الغلط ما كيبغيش تصفيقها. هذاك غلط كتعترف به انت؟ لا ضروري هذاك ماشي رياضه فهمتيني. ملي كدير داك الغلط ما تقدرش تصفق عليه ولكن داك الشيء كيطرى. بدر واحد السؤال كان عندك شي مشكل مع العداله في هولندا؟ شنو العداله؟ مع لا جوستيس. بصح فين قريتي داك الشيء؟ قرينا في لي جورنو. ايوا بصح. شنو كان؟ راه قصه طويله. مازال داك الحكم ما داش مازال خصو يدوز ان شاء الله ولكن انا كنشوف داك الشيء غادي يدوز على خير وبخير ان شاء الله. تفرقها زربا علاش قلتي هذا هو الديسك ديالي؟ الديسك واعر هذا ياك؟ بزاف طلقوا لي عاوتاني عاوتاني شكرا. بدر وصلنا لواحد الفقره صعيبه شي شويه هي فقره سميتها الصراحه. بغيناك نطرحوا عليك شي اسئله وتجاوبنا بكل صراحه. متفقين؟ يلا بسم الله. بسم الله. بغيت نسولك واش بدر ملي كيغضب ممكن يضرب انسان عادي في الزنقه؟ لا. بدر باغي تضرب انا بصراحه؟ لا لا. شنو هي اخر مره بكى فيها بدر هاري؟ اخر مره ماتش الاخر. علاش؟ حسيت براسي بحال طيحت بالناس اللي تحبوني واللي كيتيقوا فيا ولكن كنت عييت. عييتي؟ واخا شفناك ما تحتيش الارض. لا نفسيا 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 عييت. ما بعتيش الماتش؟ ولا بس لكن بعت الماتش. تأكد؟ لا شوف شنو هي الحاجة اللي ما كيحملش بدر هاري يشوفها في الناس؟ تكبر. واش
عمر بدر هاري فكر انه ينتقم من شي حد؟ لا، ما كيفكرش بدر هاري يدخل المغرب ديفينيتيفمون ويستقر ان شاء الله. ان شاء الله، تبارك الله عليك. شكرا. ثقة بدر هاري. شكرا. شكرا لك، شكرا على الصراحة ديالك. شكرا. وصلنا لاخر مرحلة بدر، هي مرحلة التحدي. التحدي. كل ضيف كيكون عندنا الا وكنعطي واحد التحدي خصو يديرو. انت التحدي ديالك اليوم، قبل ما نعطيك التحدي بغيت نسولك كي داير في الدار؟ يعني كي داير؟ كتطوي حوايجك؟ كتغسل المعان؟ لا ما كاينش. لا والو في الدار مع غاز؟ ماشي مع غاز. قبل مثلا فاش كنتي بوحدك عايش بوحدك، نقولو زوفري مثلا، كنتي كدير بوحدك شغل ديال الدار؟ لا، كنا خدامة. ياك؟ ايوا. غادي نشوفوا التحدي دابا ونشوفوا واش هادشي بصح. شوفوا التحدي. ياك. التحدي ديالك اليوم هو انك غادي تصلح لينا هاد الحوايج المكمشين، ورد البال غادي تكون لابس ليكات ديال البوكس. بدر، التحدي ديالك هو هذا، جبنا لك جوج ديال القوامج وخصك تصلحهم باش نشوفوا الحداقه ديالك كي دايره. انا عيطت على ماريا باش دخلنا ليكو. تفضل بدر، لبسيها ماريا، لبسيها وحدي راسك يا ماريا. لا ما كاينش لا لا با دو بروبليم افيك لي فيل. اه سي فري. تلا تاكل العصا. ثقة على بدر. بدر، ثلاثة، جوج، واحد، تحدي. حددتي قميجة واحدة ولكن معليش، برافو عليك. أول قميجة اللي حددت في حياتي. قول والله. وحق الله العظيم. الجامي حددتي. الجام. ما كانش عندك كاع مع. أنت زدتي كمشتيها ماشي. إيه راك عارف. برافو عليك. شكرا اللي جيتي عندنا. شكرا بزاف. صراحة ما سخيناش بك ولينا الشرف أنك تكون معنا وأنك تجي من هولندا باش تحضر معنا لهذا البرنامج هذا. كلمة أخيرة للشاب المغربي اللي كيبغيك بزاف. ايوا انا نقول الشعب زعما شكرا للمحبه كاملين اللي كتعطيوني واللي كتفرحوا بيا، والحمد لله في كل بلاصه فين كنمشي كنلقى مغاربه ولاد بلادي تمايا باش يعاونوني ويعطيوني القوه باش نلعب. واللي نقول لهم زعما لي جون كاملين في المغرب اللي عنده شي حاجه في راسو اللي بغى يديرها باش يوصل، يثق في نفسه ويخدم بالجهد وغادي يوصل ان شاء الله. تبارك الله عليك بدر، شكرا. شكرا.